الشرطة التركية ألقت القبض صباح هذا الاثنين على رئيس تحرير صحيفة جمهورية، كما أصدر القضاء التركي 13 مذكرة توقيف بحق صحفيين ومسؤولين في الصحيفة المعارضة. وكالة أنباء الأناضول قالت إن الشرطة أوقفت مراد صابونجو رئيس تحرير الصحيفة فيما تجري البحث عن الصحفي جوراي أوزو وأكين أطلاي رئيس مجلس إدارة الصحيفة. وسائل إعلام مقربة من الحكومة أفادت أن العملية تندرج في إطار تحقيق حول نشاط للصحيفة جمهورية على ارتباط بالداعية المعارض فتح الله جولان وبناشطين مدافعين عن القضية الكردية. ويذكر أن محكمة إسطنبول أصدرت شهر مايو أيار الماضي حكما بسجن جان دوندار رئيس التحرير السابق للصحيفة بخمس سنوات بتهمة إفشاء أسرار الدولة، وذلك بعد نشر الصحيفة لشريط فيديو يظهر تسليم المخابرات التركية أسلحة لجماعات إرهابية في سوريا.